أنا الآن تحت الاعتقال في مطار تيجل برلين في ألمانيا. أوقفتني سلطات المطار بطلب من الانتربول، بطلب من الحكومة المصرية، ورغم أني أبلغت سلطات المطار أن لدي وثيقة من الانتربول الدولي بأني غير مطلوب في أي قضية وأن كل القضايا الملفقة لي قضايا زائفة، إلا أن سلطات المطار للأسف أصرت على توقيفي واعتقالي، وأبلغوني أنهم سوف يقومون بترحيلي إلى السجن ربما أو إلى القاضي حتى يحكم في قضيتي. الآن أنا رفضت أن أوقع على قرار الاعتقال، قلت لهم لن أوقع على أي شيء إلا أن يصل محامية. في محامي من المحامين وصل الآن، لم أتكلم معه بعد، ولكن سأتواصل وإن شاء الله الأمور تكون بسيطة وتنتهي القضية على خير، لأن ليس من المعقول أن دولة مثل ألمانيا تدعم النظام الدكتاتوري في مصر وتقبل منه طلبات مثل هذه الطلبات في الوقت الذي برأني الانتربول قبل ذلك في هذه الوثيقة من كل طلب للاعتقال.